داخل خطبة البرلمان ينضم إلي مراسلنا محمد فراس. مرحبا بك يا محمد. كان المعول أن تعقد الجلسة الساعة 1 من بعد ظهر هذا اليوم، إلا أنها لم تعقد ربما حتى ساعة. نعم أحمد، بالعادة أو اعتادة قبل العادة مجلس النواب على أن يتأخر في عقد جلساته، لكن كان المعتاد أن تكون هنالك تأجيلا لساعة أو نصف ساعة، لكن اليوم لم يقرع الجرس إلى غاية الآن، لم يدخل رئيس المجلس بالإنابة لمعرفة إن كان النصاب حاضرا، لم يقرع الجرس الذي هو من المفترض أن يقرع قبل 10 دقائق، يعني إلى الآن لا توجد دعوة للنواب للدخول إلى القاعة المخصصة لعقد الجلسة لعقد جلسة انتخاب الرئيس. الهدوء بسبب الاجتماعات يسود في أجواء في عفوا مجلس النواب، داخل بيانات مجلس النواب. نتحدث عن حضور نيابي، نعم نواب متواجدون، لكن إلى الآن لم تتضح ملامح الجلسة إن كانت ستعقد في الساعة القادمة، في الساعتين القادمتين، ولو ربما تتأخر، وهنالك أيضا ترجيحات بالتأجيل، وهنالك حديث نيابي بأن يكون هنالك عقد، لكن يحدث هنالك خلل داخل الجلسة ومن ثم ترفع الكثير من الترجيحات اليوم، لكن هذه الترجيحات لم توضح إلى غاية الآن بسبب استمرار الاجتماعات وعدم وضوح رؤية إن كان هنالك جلسة نيابية حقيقية من عدمها. النصاب التي تحتاجه هذه الجلسة هي نصاب الطبيعي لعقد الجلسات الاعتيادية حتى في التصويت. نتحدث عن عدم دعوة الرئيس إلى الآن للنواب، ما يعني عدم معرفة إن كان هنالك نصاب لتحقيق جلسة مكتملة النصاب. الجميع يترقب وينتظر قرار هيئة الرئاسة. لكن ماذا عن مشاهداتك يا محمد؟ تحدثت عن أن نوابا موجودون ربما في أروقة المجلس، هناك اجتماعات تجرى الآن بين الكتل السياسية للتوصل إلى ملامح أو وجه اتفاق ربما. مشاهداتك يا محمد، هل النصاب متوافر ربما لالتئام الجلسة؟ نعم، مبدئيا إن تحدثنا عن الجلسة فلربما أنها ستعقد، وإن كان التصويت سيكون حاضرا فقد يتكرر سيناريو الجلسة السابقة للتصويت التي حدثت قبل أشهر عديدة من الآن، التي انتهت بتعادل المرشحين دون فوز أحدهما. هذا السيناريو الذي تحدث به نائب عن اللجنة القانونية مشيرا إلى عدم الاتفاق. نعم، أكد على إلى الآن لا يوجد هناك اتفاق على مرشح واحد، أي أن السيناريو قد يتكرر وأن ما حدث في الماضي قد يعيد نفسه اليوم. بالتالي هناك الكثير من الترجيحات، هناك الكثير من الرؤى التي لم تتوحد ولم تتركز باتجاه واحد بسبب استمرار الخلاف السياسي. هناك دعم من الإطار للمشهداني، هناك دعوة أيضا للتصويت للمشهداني، بالتالي أيضا هناك تنافس من قبل سالم العيساوي، بالتالي المنافسة موجودة، والكفة لربما تحدث بها نواب قبل جلسات من الآن، نتحدث عن قبل شهر أو ما يزيد عن شهر، حديث النواب هو باتجاه يكون المشهداني هو ذو الحظ الأوفر لنيل منصب رئيس مجلس النواب، لكن هناك أيضا خلافات مستمرة بالمقابل، ما يعني عدم وضوح ملامح إن كانت الجلسة بشكل حقيقي ستكون بتصويت ويحسم المنصب، ولربما وأغلب الترجيحات تشير إلى حتى وإن عقدت الجلسة وحدث التصويت ومشت الأمور، لكن لربما ستتجه إلى جلسات أخرى بسبب التنافس الشديد بين المرشحين. لكن الدعم الأبرز اليوم كما تحدث نواب هو للمشهداني. نتحدث أيضا عن تمثيل نيابي، حضور نيابي جيد، نعم، ونتحدث أيضا عن إمكانية عقد جلسة، نعم، لكن بالمقابل هنالك جمع تواقيع أيضا يعني تحريك جمع تواقيع وتحرك باتجاه إقالة النائب الثاني شاخوان عبد الله نتيجة ما حدث في الجلسة السابقة. إذن هنالك يعني توترات مستمرة، هنالك إلى الآن خلافات قائمة، جمع التواقيع إلى الآن لم يوضح إن كان سيقدم أم سيكون فقط كجمع تواقيع نيابية، هل ستكفي تلك التواقيع النيابية يعني لما حدث من اعتدال النائب محمد. محمد تحدثت عن وهو الذي تحدث به نواب، نعم، تحدثت عن اجتماعات الآن تعقد بين الكتل السياسية للوصول إلى
التوافق حيال انتخاب رئيس جديد للبرلمان. طبيعة هذه الاجتماعات، هل هي اجتماعات ثنائية ربما بين كتل بعينها، أم هو اجتماع على مستوى إدارة الدولة؟ حينما تطرقت بالحديث مع السيد النائب أحمد الأسدي أكد لي أن الاجتماعات منها داخلية ومنها ثنائية. الإطار يجري اجتماع الآن وهو مستمر منذ وقت داخل كتلته، داخل موقعه في مجلس النواب، أيضا هناك اجتماعات مستمرة لباقي الكتل السياسية. هذه الاجتماعات ربما لتوحيد الآراء وللملمة الأوراق، لكن لم تعرف إلى غاية الآن مؤشراتها بسبب استمرارها. لربما حينما تنتهي تلك الاجتماعات ستتضح عديد من المؤشرات، ولربما تتوحد مجموعة من الرؤى باتجاه واحد، إن كانت الجلسة ستعقد للتصويت أو تؤجل، إن كانت ستعقد ومن ثم ينتهي الأمر بالتعادل كما كان في الجولة السابقة، الجولة الماضية، إن كان هنالك لربما بلبلة تحدث كما حدث في الكثير من الجلسات ويمضي الأمر دون انتخاب رئيس لمجلس النواب، وهو ما لا يتمناه العديد من الأعضاء في البرلمان، وهما أيضا يعني الجميع يعني يدعو إلى أن يكون هنالك تصويت، والجميع يدعو من الإطار حقيقة لدعم مرشح يكون يعني له مقبولية نيابية ومن ثم يحسم هذا المنصب لحساسيته وأهميته في المرحلة الحالية وما تسبب به من أثر سلبي في الفترة الماضية. طيب محمد، يعني علامة عول الإطار أو ربما رئاسة المجلس برئيسها بالإنابة حين حدد جلسة اليوم لاختيار رئيس للبرلمان خلفا للحلبوسي، إذا ما كانت الأمور حتى الساعة بلا اتفاق بلا تفاهمات وقد تفضي إلى إلغاء جلسة ومحاولة جديدة لاختيار رئيس إضافة إلى المحاولات السابقة، على ما التعويل إذن من عقد جلسة اليوم؟ هنالك دعوة من عدد من القوى السياسية لأن تحدد جلسة في هذا اليوم، إن كان هنالك رفض كما تحدث أحد النواب، إن كان هنالك رفض من الرئيس الحالي بالنيابة تتأكد المؤشرات أو التصريحات التي تحدثت عن تفضيل ديمومة الإدارة بالإنابة، ويعني يعني دعوتها من قبل الإطار التنسيقي، يعني كان هناك نواب يتحدثون عن أن الإطار يدفع بأن تكون الإدارة بالإنابة وأن يكون الحكومة ورئاسة المجلس بالقطبين، بالتالي بالمقابل بقطب واحد عفوا، بالتالي وبمقابل هذا الحديث حدثت دعوة لعقد جلسة نيابية لهذا اليوم. نواب يتحدثون إن كان هنالك رفض من قبل الرئيس بالإنابة فهذا يؤكد هذه الأحاديث، وهذه الجلسة حددت في محاولة لحسم هذا الملف. الجميع يعلم أن تحديد الجلسة في هذا التوقيت ربما لن تأتي أكلها بسبب استمرار الخلاف السياسي عفوا، بالتالي هي جلسة في محاولة لحسم هذا المنصب رغم استمرار الخلاف، وهذه المحاولة قد لا تختلف عن المحاولات السابقة التي حدثت قبل أشهر من الآن في تكرار سيناريو عدم التصويت، عدم الاتفاق، لربما تحدث بلبلة معينة داخل الجلسة ومن ثم ترفع، عدم الاتفاق يؤخر عقد الجلسة إلى ساعات متأخرة. حينما تحدث في بدء حديثي أكدت على أن الجلسة إلى الآن لم تتضح ملامح عقدها، أن كان بعد ساعة أو ساعتين أو لربما إلى آخر الليل. هي أحاديث أيضا يعني تلتني من عدد من أعضاء مجلس النواب وهو بأمر ليس رسميا من هيئة الرئاسة، تحدثوا أن الجلسة ربما ستعقد في الخامسة مساء أو بعد الخامسة بقليل، لكن ليس بتأكيد من قبل هيئة الرئاسة بشكل رسمي. هيئة الرئاسة حينما تود أن تؤجل تعلن بشكل رسمي وتغير موعدها قانونيا وبحسب النظام الداخلي من الجدول المخصص لجدول الأعمال المخصص لهذه الجلسة، بالتالي لم يحدث شيئا من هذا، فقط أحاديث تدور من عدد من أعضاء مجلس النواب، منهم من كان داخل الاجتماعات ومنهم من سمعه من هيئة الرئاسة. بالتالي إن تجاوز الأمر والموقف الساعة الخامسة فلربما هي مؤشر خطير لاستمرار الخلافات السياسية، وهو ما يرجح وهو ما يتحدث به الكثير من أعضاء مجلس النواب أن الأمر لربما لن يحسم في هذا اليوم ولا في هذه الجلسة ولا في هذه الساعات، الأمر يحتاج إلى وقت أطول وأبعد، كون المنصب حساس، كون المنصب يحتاج إلى تفاهمات سياسية تؤثر إيجابا في المرحلة القادمة على عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي، هنالك تأثير على عمل المجلس في الفترة الماضية بسبب الإدارة بالإنابة،
وهنالك أهمية لحسمه، لكن أن لا يكون الحسم على أساس التشنجات وعلى أساس الخلافات السياسية. إذن الأمر يحتاج إلى لملمة الأوراق، يحتاج إلى التوصل إلى اتفاقات محددة، بغية أن يكون هنالك رئيسا متفق عليه من قبل أعضاء مجلس النواب يمرر القوانين التي لها أهمية للشارع العراقي. كما كان واضحا في الفترة الماضية هنالك جلسة أجلت لأكثر من 3 مرات، ألغيت، أجلت، عقدت ولم تكتمل القوانين فيها. وحينما نسأل النواب يتحدثون ويرمون اللوم، والسبب الرئيسي هو غياب رئيس فعلي لمجلس النواب، لأن الرئيس الفعلي بحديثهم وبحديث المراقبين هو ذو شخصية معنوية مهمة ومؤثر. حتى أن الجلسة السابقة سألنا النائب معين الكاظمي، كان جالسا هنا في المركز الصحفي، وأنا شخصيا سألته إن كانت الجلسة ستمضي، قال الأمر يعتمد على الإدارة الصحيحة من قبل رئيس مجلس النواب. إن كانت الإدارة ناجحة بالإنابة إن كانت الإدارة ناجحة من قبل رئيس مجلس النواب بالإنابة في تلك الجلسة، فستمضي القوانين دون مشاكل. والجميع كان على اطلاع بما جرى بسبب لربما الإدارة الغير جيدة. بالتالي وجود شخصية متفق عليها ومهمة ومؤثرة داخل مجلس النواب من الممكن أن تسير الكثير من القوانين التي لها أهمية للشارع العراقي والتي عليها خلافات. حتى الساعة أشكرك جزيلا محمد فراس، كنت معي من داخل مجلس النواب.